السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي شاشة الفرات ومتابعي برنامج صوت عراقي اللي تشاهدون الآن بحلقتنا الميدانية مثل ما تتابعون خارج استوديو صوت عراقي. اليوم قررنا أن ننزل ونتابع مناشدات المواطنين ومشكلات المواطنين ونطلع عليها ميدانيا بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم راح تكون عندنا جولة في هيئة الحماية الاجتماعية، راح نتعرف على مشكلات الناس، وأغلب المشكلات اللي راح تصادفنا بإذن الله بهذا اليوم راح ننقلها للسادة المسؤولين اللي راح يكونون معانا اليوم في هذه الحلقة، ونحاول أنه نحل ولو بالجزء البسيط على الأقل الحالات اللي راح تصادفنا، وإن شاء الله راح تكون أكو استجابة مباشرة من السيد المسؤول اللي راح يكون ضيفنا في حلقة هذا اليوم. وطبعا هذه الزيارة الميدانية الأولى لدائرة الحماية الاجتماعية، راح تكون عندنا أيضا زيارات دورية وزيارات متواصلة مع مؤسسات ووزارات الدولة، وخصوصا اللي تتعلق وعلى تماس مباشر بقضايا المواطن. ابقوا معنا. السلام عليكم حجية. وعليكم السلام والرحمة. اليوم أنت بدائرة الرعاية الاجتماعية أو هيئة الحماية الاجتماعية، على شنو جاي اليوم؟ والله احنا مقدمين على راتب لأبو جهالي مواليد 59، رجال كبير، فطلعت علينا احنا بسامينا سيارة. احنا قبل 9 سنين سجلنا بشارع المصرف، شارع البطل مال الزحفرانية، قالوا يوزعون سيارات بالقصد. سجلنا ودرنا وجهنا، رحنا مرة مرتين راجعنا، قالوا راحت الشركة تفلشت ماكو سيارات. يعني ما استلمتوها؟ لا الله شاهد، بالمرور هذا كتاب من المرور، هذاك مرور باسم واحد ماخذهن مستلمين. يعني انتم ما مستلميها؟ لا لا، بالمرور تدفعون القسط مالتها؟ لا لا احنا ما ندفع قسط، بس زيان. احنا طلعت عليكم سيارة. اي طلعت علينا سيارة. ما مستحقين؟ ما احنا مستحقين، ما عندنا راتب. عمك رجال كبير وما عندنا راتب، والله الله شاهد. وهسه شو تراجعون؟ شو يقولوا لكم؟ يقول مرفوضة. ليش مرفوضة؟ قدمتوا التفاصيل كلها هاي الأوراق؟ هسه أنا أريد أدخل للمدير بس ما أعرف شلون أدخل. ما أعرف، صعبة. يعني شلون دخلت للمدير؟ صار قد تراجعين تقريبا؟ والله هاي صار لي تقريبا أسبوع أراجع كذب. قدمنا هاي صارت 8 أشهر وطلع لنا الباحث وقال أنتم بتستحقون، ما عندنا راتب. أنتم من بغداد؟ إي من مدينة الصدر. من بغداد؟ إي. وصلكم الباحث؟ وصلنا الباحث وقال تستحقون لأن ما عندنا راتب. عندنا 3 بنات برقبتنا، بالثالث متوسط، 2 من عتل، وحده قطيه تدرس همه، وما عندنا الله شاهد راتب. وهاي السياره بس مجرد مسجله باسمكم وانتم اصلا كل شيء محصلين؟ طينا اوراق، يعني طينا جناسينا وسجلنا ودرنا وجهنا. هسه هي مسجله باسمكم وبجناسيكم وبمستمسكاتكم الاصليه؟ بالمصرف. بالمصرف، بس بالمرور ما عندنا سياره باسم واحد. واضح. باسم واحد. واضح. باسم رعد عزت معروف. واضح. كل هالسيارات. واضح. العالم اللي قدمت هي باسم هذا الشخص. زين احنا شنو ذنبنا؟ يعني احنا شنو ذنبنا؟ زين احنا هسه راح تكون عندنا بعد هذه الجوله راح تكون عندنا لقاء مع الساده المسؤولين، وان شاء الله راح نطرح هذه القضيه. اشكرك فدوى القلب. ان شاء الله تنحل. اشكرك حبيبتي. السلام عليكم عمو. عليكم السلام ورحمة الله. عمو انت هنا حتى تراجع على قضية معينة، شنو هاي القضية؟ على الرعاية، أنا يعني صار 2 سنين مقدم. زين. يعني سابقا مقدم بس هسه آخر 2 سنين قدمت. شو أجي كل شيء ماكو، النوبة هسه طالع علي بقاعدة البيانات، أنا كل شيء ما أملك، خلصت بالجيش. الله يسعدك، الله يسعدك. أي يعني مواليد 60. عمر كله. أنت بعد تعرفين إيش قد إحنا خادمين بالجيش، كل شيء ماكو، طلعنا كل شيء ماكو. بس اقدم على الرعايه يطلع لي بيانات. بيانات شنو يعني؟ ما اعرف، ما اعرف هم يفسرونها، ما اعرف. انا كل شيء ما اي قانوني عندك؟ ما عندي. راجعت انت اكثر من مره هنا؟ اي اراجع وما حد يعطيني النتيجه. هسه اليوم راجع. ايش صار لهاي القضيه؟ هاي صار 2 سنين وقبلها مقدم، كل ما اقدم ماكو شيء، وانا مواليد يعني عمري اكثر من 60. زين شو يقولوا لك من تراجع؟ يعطوني هاي الورقه نفسها. نفس الورقه كل 2 سنين؟ اي ما اعرف شنو بيها، ما اعرف. أردفتين يعني هو قيد قانوني، بس انت لو مستفسر عن القيد القانوني شنو طبيعته؟ لا املك سياره ولا املك عقار غير اللي البيت اللي قاعد بيه. زين. غير هو هذا القانون. زين طلع لك الباحث شاف وضعك؟ طلع الباحث. اي باكر نطلع ولد نائب قال لي بس جيب لي اوراقك، ما رحت للنائب حقيقه. زين. اي ما رحت، ظليت اراجع هنا.
حجي حجي انت من سكنة بغداد؟ من سكنة بغداد ومواليد بغداد ومن الاصليين. زين. وضعك بشكل عام يعني اكيد اكيد معتمد على هذا الراتب ومتامل بالراتب ان شاء الله. متامل بالراتب والله. بس هي يعني. عندك عائله؟ عندي عائله طبعا. عندي زوجه وعندي اولاد. زين. حضرتك المعيل الوحيد لهم؟ المعيل الوحيد لهم نعم. ومتامل براتب رعايه اجتماعيه؟ اساس الرعايه. نامل بالله سبحانه وتعالى. الاعلام مالنا ان شاء الله يقولون الرعايه بس روح قدم يطوف وهذا ونجي كل شيء ماكو. انت حتى بهذه المره الاخيره همينه قدمت؟ قدمت من زمان مقدم، وهاي المره سنه 22 هم قدمت. نتامل غير نتامل يطولنا راتب، احنا ناس كبار وهذا كل شيء ماكو نتيجه. زين، احنا نحاول ان شاء الله اليوم نحل ولو جزء بسيط بالمتاح لنا خلال هذه الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى. الله. وهذه القضيه الله. ايضا راح تكون من ضمن القضايا اللي راح ناخذها ونتوجه بها للساده المسؤولين ان شاء الله. حفظك ويستر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم على شنو جاية تراجعين؟ المعاملة مالت رجلي وابني. شنو الموضوع؟ ابني بدي ذاك المرض وقالوا ما يصير راتبين باسمك. زوجك؟ ايه لا هم قالوا ما يصير راتبين باسمك. انت قضيتك شنو اصلا؟ جاية على متهيئة. راتب ايه رجلي. هو وين؟ متوفي. زين وشنو قطعه؟ ايه قطعه من شهر السابع 22 سنة 22. حاليا انت مسؤولة عن اطفالك؟ ايه. ايش قد عندك؟ خمسة، أربعة ولد وبنية. هذا أكبر واحد عندك؟ إي. بسكنة بغداد؟ لا ديالة. صار لك قد تراجعين؟ من 22 من توفى. ولسه. وضعك الاقتصادي؟ لا على الله. ونعمة بالله، بس شلون دبرت؟ عالم الخير والله. زين أنتم بتراجعين لنا شو يقولوا لك؟ يومي يقولوا له باكر. إي، هو أنتم أساساً كان عندكم يعني راتب؟ إي إي هو استلم طلع راتبه بال 2020. واستلمه سنة ونص تقريبا وقطعوا بعدين. قال متوفى انقطع؟ اي لا لا قطعوا بشهر السابع. شهر السابع؟ اي شهر السابع 22. زين. سنة 22. وقالوا له هو عمارة ما يقدر يروح ويجي حالتنا صعبة. وانت تتنقلين بين بغداد والعمارة؟ عمارة كم مرة رحت وديالة كم مرة وجيت هنا هم البارحة من شؤون المرأة. من شؤون المرأة اللي ما تصدر. من صدر انها برجعوني لها النوبه. بيها مشكله هي؟ حد قال لك المشكله شنو؟ قالوا لي ما يصير راتبين باسمك. انت عندك راتبين؟ اي مات مات هذاك ابني بمرض. عندك ابنك مريض؟ اي اي 2011 هو. زين. قالوا شلون؟ قلت له هو البحر طب قرار قالوا ما عادي. قلت بركة الله. يصير جمع بين راتبين؟ اي اي قالوا بركة الله. احنا هسه هاي ما عندي احد، كل عدا رواتب، ما عندي احد. هسه هاي التفاصيل هم راح نستفسر عنها هسه ان شاء الله ونحاول نحل هاي القضية باذن الله. ان شاء الله. تعالى الله يوفقنا. ان شاء الله. ونحل بعض من معاناة المواطنين او مشكلات المواطنين على الاقل اللي صادفتنا اليوم خلال تصويرنا لهذا. تعبت الحلقة. والله تعبت من ذاك اليوم لها اليوم. الله يساعدكم. الله يساعدكم. الجهل يردو؟ طبعا. والله يساعدك، المسؤولية كلش كبيرة ويعني شاب واربع اطفال ويا صح؟ خمسة. خمسة؟ الله يحفظهم الك وتشوفين خيرهم ان شاء الله. الله يسلمك. ان شاء الله الله يعوضك خير هاي الاطفال باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله عيونهم. الله يسلمك. الله يساعدك يابا. حياك ان شاء الله. حجي اليوم جاي تراجع؟ اي والله جاي اراجع. شو تراجع؟ اشوفك تعبان وما بيك حيل. عندي كان راتب ورعاية. اي. استلمت حوالي يمكن ست سنوات اربع سنوات وبعدين صار تحقيق. قاموا يودون باحث. أي. الباحث ياخذ معلومات. جاني باحث بالمعلومات. قال لي ابنك ضابط وابنك ضابط كبير ويا ابن ضابط كبير ومنين شفت انت ابن ضابط كبير؟ فبالتقرير راح للمحكمه، رحت للمحكمه قطعوا الراتب مالي. قطعوا راتبك؟ اي قطعوا. ايش صار؟ صار حوالي خمس سنوات. وانت قبلها كنت تستلم؟ كنت استلم راتب، قلت لي ثلاث سنوات تقريبا اربعه استلم راتب. هسه راتبك هسه بالراجع الجديد طلع لي سمالي دولي وطان جاني الباحث وجيت لنا تراجعت لنا قالوا انت مطلوب مليون و310 لازم تدفعهم
يدفعها هنا. شنو ماخذ قرض يابا؟ ما باخذ. بعد هذا منين هذا الطلب؟ ومن عندكم طلعت بالحاسب؟ احد يستلم بدالك؟ واحد يجوز ما ادري. ضايع الكي كارد منك، احد ياخذ راتبك وما تدري. انا من الحاسبه. من الحاسبه؟ انا هسه جبتها من الحاسبه. زين. الحاسبه جيت على المدير اعطيتها، قلت لها هاي ما يصير قسط. قال سيد حتى لو تدفعها 7000 واحد قدامك مثل هاي. زين هاي ولا ما ادفع مليون 310 ما عندي منين اجي؟ الله يساعد. لا عندي راتب. لا احد عندك معيل بالبيت ولا يساعدك؟ ولا عندي واحد معيل بالبيت ابدا، مستحيل. انت المسؤول عن العائله؟ عندي واحد كان شرط وطلع تقاعد، لا اكثر ولا اقل. يعيش عائلته لو يعيشني. والله ما ادري، قانون مال من هذا؟ وين من؟ وين لاقينا هذا القانون؟ دوله وشكورها وهذا. زين. مواطن ما عنده راتب يعني هالشكل يتبهدل ويترزل. جاي يطل من كيسهم شو ما ادري. يا دولة تجي قلنا يا الله تحسن معي. قدرك ومقامك، قدرك ومقامك محفوظ يابا ان شاء الله، وان شاء الله قدرك ومقامك محفوظ باذن الله. واحنا نحاول ان شاء الله، هسه راح نروح للدكتور احمد ان شاء الله، راح نحاول هاي المشاكل نحلها، مشكلتك من ضمن المشاكل باذن الله. الله يسلمك. اليوم جاي على الرعاية؟ اي. عندك مشكلة؟ اي والله تتعب. شنو راتبي؟ تتعب راتبي. قطعوا راتبك. وهاي ابني تبر، راتبي تبروا. اي. وبنتي تبروا. زين. تتعوها. عندك بس اثنين؟ اي بنتي اثنين. مطلقة انا، مطلقة. امهم مطلقة؟ اي والله. من توتي راتبي. زين. شنو تستلم انت سابقا؟ اي. وتتعوها. زين ليش قطعوا؟ لين كبروا؟ اي. قالوا لك بعد ما لك حق؟ ما عليك. انت ما تشتغل؟ لا. منين معيشهم؟ العالم تعطيني، تقطع علي وتعطيني. الله يساعدك، انت ساكن هنا ببغداد؟ اي بالوتيريه. بيتك؟ اي والله. بيتك؟ اي والله. ما تشتغل بعد ما عندك شغله منا منا؟ يعني كنت معتمد بس على هذا الراتب؟ اي بيت على الراتب. وانقطع؟ وانقطع. ايش كبرهم ولدك؟ كبار ابني كبار هاي. واحد ايش كبره وواحد ايش كبره؟ يعني بعد ما يستحقون؟ اي اي. زين جبره. توجه مناشدة؟ اي. يرجعوا لك راتبك؟ اي والله يرجعوا لي اياه. زين ان شاء الله احنا هاي المشاكل اللي شفناها اليوم بحلقتنا باذن الله سبحانه وتعالى مشاهدينا راح نحاول نحل ولو جزء بسيط منها. مشاكل المواطنين كثيره تعرفون، يعني ما نقدر نختزلها بكم دقيقه احنا، ولكن المتاح لنا في هذه الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى راح نحاول نلتقي بالساده المسؤولين، والدكتور احمد بعد قليل راح يكون معانا ونعرض عليه كل هاي التفاصيل وهذه المشكلات تحديدا اللي احنا اخذناها، وباذن الله سبحانه وتعالى راح نساهم بسرعه انجازها وحلها باذن الله. مشاهدينا الكرام، بعد ما تابعنا هذه الحالات اللي كانت موجودة اليوم معانا في صوت عراقي، راح نحاول اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وبالمتاح وباللي باستطاعتنا اليوم راح نحاول ننقلها ونروح للسادة المسؤولين، وبعد قليل إن شاء الله راح يكون عندنا لقاء مع الدكتور أحمد نسلط الضوء على بعض من مشكلات المواطنين وكذلك المشكلات اللي واجهتنا اليوم في حلقة صوت عراقي. ابقوا ويانا. إذن احنا اليوم في مكتب دكتور احمد خلف الموسوي رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه. دكتور ارحب بحضرتك في صوت عراقي وهي حلقتنا الميدانيه. طبعا اول حلقه كانت هي في زياره للحمايه الاجتماعيه ولقائنا بجنابكم الكريم. دكتور اسال عن طبيعه عملكم اليومي في الهيئه. اهلا وسهلا بكم، يوم نورتونا. احنا كل مره احنا نجيكم القناه، بس اليوم لنا شرف انه تكونون، ولنا شرف انه تكون اول حلقه انه على اعتبارنا الحمايه الاجتماعيه هي تماس مباشر مع المواطنين. مثل ما تعرفون شفتوا احنا عملنا مباشر، يعني ما عندنا مثلا انه اغلب المدراء العامين الان هم خمسه في الهيئه الحمايه الاجتماعيه، هم كلهم عملهم مباشر مع المواطن، المواطن يجي مباشر يراجع اقسام الحمايه الاجتماعيه ويكون احنا بتماس مباشر وياهم. عملنا اليومين هم مقسمين ان شاء الله
هو اغلب بس هو اغلب الصباحي يكون مع المواطنين. مثل ما شفتي انه اغلب اقسام الحمايه الاجتماعيه هي فتره المراجعه اكو ذروه تبدي، يمكن احنا الدار الوحيده انه المواطنين يراجعون من الساعه 6:30 الصبح او الساعه 7 ما يلتزمون بقدام. شريحه ضعيفه، شريحه من المواطنين اغلبهم مرات تجي طبقه فقيره، يجون مثلا من محافظات، او اكو نظام اليوم السيستم الالكتروني رابط مظلتي يقدر هو يتابع يشوف المعامله مالته وين متوقفه، عنده مقاطعه بيانات، بس لا هو يحب يجي، هو يجي بنفسه ويتاكد بنفسه. فلذلك الان نشوفين مثلا احنا اغلب الدوام اللي يكون يصير قبل الدوام الرسمي الساعه 7 الساعه 6:30 يجون المواطنين، واغلبها تكمل معاملات يعني الساعه 10 10:30 هو مكمل معاملته. اكثر الحالات اللي تجيكم او اكثر ملف انتم تركزون عليه هنا وتشوفون كثره المراجعين، اي ملف تقريبا؟ شوفوا احنا الامانه الان الانجاز يصير صار ب 2023 ما تقدر تتعوضه بال 24، انه انت انجزت اكثر من 900 الف بطاقه اصدار كي كارد، كان عدد مهول جدا وعدد كبير جدا. واحنا سولفنا طبعا الان المواطنين يمكن راح يشوفوهم اغلبهم عندهم نوعين من المراجعه، اول شيء مقاطعه بيانات، والثاني شيء انه هو مكمل معاملته يريد فقط يستلم الكي كارد. فمن خلالكم احنا بالنسبه للمعاملات الخاصه باستلام الكي كارد اعلننا بشكل واضح انه احنا التخصيصات الماليه لسنه 24 لحد الان لم ترفع من مجلس الوزراء الى مجلس النواب. احنا ان شاء الله من الرفع راح يكون هناك تخصيص مالي لعام 24، احنا راح نبدا باصدار الكي كارد على شكل وجبات. احنا الان عندنا اكثر من 1,151,000 معاملة منجزة وكاملة تم إجراء البحث الاجتماعي، هم فقط ينتظرون استلام الكيكات وراح تكون على شكل وجبات، فقط منتظرين التخصيصات المالية. أما الآن المراجعات اللي قاعد تحدث بالحماية الاجتماعية هي أغلبها مقاطعة بيانات، هذا الملف مهم جدا بالنسبة للحماية الاجتماعية، وكذلك أنه بتفاصيل يعني تفاصيل وبتشعبات الخاصة بأنواع المقاطعة البيانات، فبذلك أن أغلب المقاطعات هي راح تكون بكل المحافظات، واغلب المراجعات تكون بخصوص المقاطعه. طيب دكتور، بخصوص اللي يقدم بالجديد يعني اول مره يقدم، شو اكو رابط له مباشره يجي له يقدم استماره؟ شوف احنا عندنا طبعا عندنا تعرفين اداره حمايه اجتماعيه للنساء وللرجال. بالنسبه للرجال هم الحصه تم يعني استنفاذها بالكامل بخصوص المتقدمين على النافذه الالكترونيه. الان هي مستمره للنساء بكافه فئات المطلقه والارمله وكذلك الايتام والعاجزه وذوي الاعاقه. بالنسبه للنساء هي مفتوحه، كان قرارنا انه رئيس الوزراء وجه انه يكون مفتوحه على مدار السنه، فهي مفتوحه الان على مدار السنه، لا يحتاج لا تراجع مكتب نائب ولا يحتاج تراجع حتى اداره الحمايه الاجتماعيه، تقدر من خلال بيت تقدم على النافذه الالكترونيه، واحنا راح نكمل المعامله وان شاء الله يزورها الباحث الاجتماعي. عندنا الان يعني الاول مره في تاريخ الحكومه انه تصل اعداد النساء المشمولات بالحمايه الاجتماعيه الى 600 الف امراه، هذا العدد اول مره تصل اليه. يعني في تصاعد؟ طبعا، انه قبل تشكيل الحكومه كان عددها حدود ال 430 الف، الان وصل الى 600 الف، هو مو بعض يعني الاحيان يقول مثلا تشجعون على الطلاق او شيء، لا، انت المجتمع العراقي مر بانكسارات وخاصه مرحله ما بعد داعش، اكو هنالك كثير من الارامل الايتام، كذلك انه الان فقط انه فتحنا النافذه الالكترونيه للايتام اكثر من 14,000 الان مشمول الحمايه الاجتماعيه. شمول اكبر عدد. طبعا هذا واجب الحكومه انه انت تشمل هاي الفئات الهشه وخاصه النساء، خاصه فئه الارامل، خاصه في المحافظات المحرره، خاصه الان في الشهداء من الجرح الحشد الشعبي اللي هو ما استلموا رواتب تقاعديه هنالك فترات مثلا ما حسبوا لهم خدمه، فكل هي هاي النساء هم تحت مظله الحمايه الاجتماعيه ومستمرين بشمولهم باعات الحمايه الاجتماعيه. طيب دكتور، احنا طبعا ملفات كثيره، ولكن حاول انه في حلقات قادمه تكون ضيف معنا ان شاء الله طبعا. باذن الله، ولكن الان راح ننتقل الى الحالات اللي سجلناها اليوم. نعم. واللي وعدناهم انه ننقل مناشداتهم ومشكلاتهم لجنابكم. حاضرين دكتور. حاضرين ننتقل لقضيه استجابه جنابكم ان شاء الله. ان شاء الله انا حاضر. انا حاضر. أنا وصل. خلوا راح قال باث يومين تعطي الكتاب. المهم هو جاك باحث للبيت. جاك للبيت. وصلك. واخذ مستمسكاتك. جاني للبيت. تو مرامة. قال لي ست ايام وتعطي الكتاب. انا دائرة أخذت الكتاب ورحت للمحكمة. طيب. سلمت للمحكمة قالوا ست أيام
القرار اصدر ورا القرار. هسه حجيتك وين حجيتك؟ حجيتك وين؟ الحجيه مالتك وين؟ موجوده. موجوده؟ ايه ان شاء الله تمر امر، هسه راح نوافق لك عليه ونضيف لك اياه بالوجبه، والقيد مالتك القديم هو حاط في لك اياه مكمل لك اياه المعامله بالقسم مكمل لك اياه. هسه بالنظاره يقول مطلوب 1,300,000 عدد قديم على القيد مالتك القديم. ايه صار تمر، هسه اسوي لك راتب جديد ونقسط لك اياه المليون ان شاء الله. تدلل تدلل ست، هو عنده راتب قديم وعنده دين قديم وحافي له القيد وصار واحد يعني قيد جديد. صحيح، مو هو كان التقديم متوقف، هسه الحكومة الجديدة فتحت التقديم ان شاء الله. هسه انا راح ان شاء الله اضيف الهيار، راح اضيف الهيار اوديه لوزارة التخطيط، ومن يرجع ان شاء الله حتى انه الدين عليه القديم يصير من ضمن الإعانة مالتك. هاك ياخذ بيدك وروح، هاك ياخذ بيدك وروح. لا مريد شيء مضبوط حتى روح وجمهور روح أظن أفتر سنحكيات ما أقدر بعد أحكي. الله يساعدك يا أبا، الله يساعدك. دكتور انا مواليد 1960 يعني انا مشغول بهاي الامور، صار هاي ثالث مره قدم للهوده. طيب ما عندي معاملة بس البيع، كل شيء معاملة. انت مقدم قبل على الرعايه الاجتماعيه؟ قبل وهم مره استلمت مو؟ لا وقتها ما استلمت اي شيء. هسه انت عندك قيدين، احذف لك واحد والقيد الثاني ودي لك اياه وزاره التخطيط، بس لازم اول مره انت مقدم سابقا على رأس الرعايه الاجتماعيه. اي ما مستلم، انت المفروض شو تسوي؟ تراجع تحذف القيد القديم حتى تسوي له قيد جديد. هاي الناس قاعد تستغلها، ياخذ راتبين وثلاثه من الوزاره. اي فانت لازم اجراءات تحذف القيد القديم. ما اعرف هاي الطريقه. تمام، هسه راح اوافق لك وادز موظف وياك يحذف لك القيد ويحولك على الوجبه السابعه. تؤمر امر. مشكور مولانا الله يحفظك. انت مراجع قبل؟ والله راجع ورفوا. لا هسه انت مراجع مش وقت راجع. انا يعني عندي هاي البطاقه اللي سويتها بال 2022. اي هسه بس احذف لك هاي رجعوا لك خلاص. يحفظك ويوفقك ان شاء الله. هاك عين حجي كملت لك اياه، اخذ هسه القسم الصدر راح يحذفوا لك قيد ويخلوا لك قيد واحد وياك. تو مرام عزيز يا مرحبا. مشكور دكتور. حضرتك طلعت على حالة الأخ هنا وعلى ما يبدو أنه أكو أحد يستلم. أي نعم، هو الظاهر يعني زوجته طليقته هو يعني هم سوي لها وكالة وفق الأوليات والسيستم الإلكتروني هو مستلم هذا المبلغ عدتش يوم دفع الراتب 4/3 ومستلم الإعانة مالته. هو يقول ما أنا ما مستلم الراتب مالته وفق النظام الإلكتروني وفق الأوراق أنه هو مستلم. احنا الان راح نتاكد من البصمه اللي استلمت الراتب مالته، اذا كانت طليقته حتى اذا هو لان الاعانه هو حق له فيقدم طلب يسقط الوكاله ويبقى استلام له. تؤمر امر. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. والله عيون العمل ما تشوف العالم سبتيني تتقطع عليه وسبتيني. العباس انت قاعد تطيح الحجية ماخذت نوع مريضة مو زوجتك زوجتك وطليقتك. ضمن الأوياء ضمن الأوياء ضمن ضمن إيه عين هسه راح نطلع لك البصمه اللي استلم الفلوس ومن يا منفذ وشلون اخذوهم كل اللي يطلعوا لك اياهم هسه عين دز ابو الكيكات دز بيد احد خليه يطلع لنا البصمه من استلم بس اذا طلعت انت ماخذين حجي مستلم انت
دكتور هي زوجها متوفي؟ اي ما هو متوفي وانت ورا لازم تراجعين ست اشهر ومو مراجعه، ليش ما راجعتي؟ من المتوفى ما بتراجع. اي لا قبل هو قبل ما يتوفى ست اشهر ما بستلم. اي مو ما عنده. شنو ما عنده؟ ما يروح ويجي. اي ليش ما استلمتي؟ هو ليش ما استلم؟ شنو المشكله؟ ما عنده يروح ويجي. ما عنده فلوس؟ أي. هو راتب مالته نازل ليش ما استلم؟ ما يعني غير ياخذ من يجيب حاجه اشتريها بيت هذه يجيب. هسه وين بيته؟ وين بيتكم؟ احنا هو عماره. اي بس هو جاي يعني هنا بدياله. انت شو تسوي هنا؟ انا زوجته. هو هسه وين ساكن؟ توفى هو. زين اطفاله وين؟ يعني موجودين؟ ثلاثه بالمدرسه واثنين جبتهم وياه. انا راح احول لك الاعانه بس لازم اطفالي يدخلون وياه، يعني اهل الزوجه اهل الزوج يعني اهل الزوج. لا لا ما عنده هو اهل. لا شلون؟ ليه ليه؟ بس عنده اخوهم بالبياع حسين، قلت لهم ما نزلت البياع. انا راح انقل لك الاعانه بس لازم الاطفال يدخلون وياك، وحدك مالتك، الا اطفاله وياك. اي له حق هذا هم عنده عنده ابوه وامه المتوفي موجود، لان هو بعد صغير هو مواليد 77 يعني مو كبير، وهو من اهل العماره، القيد مالته الاوليات مالته عماره وجاي يمكم، انا من انطيش لازم اطفاله وياك. زين هو مو ابني ذاك المرض شلون يعني يصير راتب؟ اسئله واحد هسه خلي اكمل لك مالت الرجال. اي مالت الرجال اكمل لك اياها وبعدين اسوي لك علم ما عندها مشكله. زين هسه هاي وين اوقع؟ هسه دقيقه. هسه الدكتور يطلع عليها. ايه 2081 صح. هاي وافقت؟ اكيد ابت لك بس ناوي. هاي شنو والله بيوقعوني هنايا. وين اوديها؟ هاي مال معين يمه. اي شو اسوي هاي غير دائره، دائره الاحتياجات الخاصه، هسه الولد يودوك عليها ما تقصر وياك. وين كنا من الساعه يمكن قريب عليها؟ اي غير دائره هاي. يلا بالتوفيق. استاذ اتمنى عندكم. اتمنى يعني اشوفك والله يا مرتاح. ما يا من شارع والفخر للاستاذ. حاضر حاضر. هذا ابو جهالي استاذ. أيه. ما عندنا. وين هو؟ خطيه والله يشتغل بال وليش ما اجي؟ يشتغل بالعلم. ست انا اضوج من تجي الزوجه وينه تقول هو يشتغل ما يجي. ليش ما يجي هو؟ هاي من وراء هاي؟ ويبطلوه مني. دطينا هاي مو الاستماره مالته؟ لا هاي الاستماره مالته. عباس اي مقدم هو. اي مقدم بس ربطوه. اسالني ليش ربطوه؟ ليش يشتغل؟ بس دقيقة، هسه انت عندك عباس. ايه؟ عباس ايه؟ صغير حميدي، شو يصير منك؟ زوجي. زوجي. وسام شو يصير منك؟ وسام ابني. هذا همين ابني. وسام قال لي ما في الورق. دك دك دك. هذا عباس وهذا وسام. ايه؟ وعباس عنده مشروع. ايه؟ شنو المشروع مالته؟ ايه؟ شنو المشروع؟ شنو فتح مشروع شنو؟ خلنا حاجي قبل 8 سنين لو 9 سنين. ايه شنو المشروع ماله؟ رحنا للزعفرانية قالوا ايه؟ مصرف. يقدم على سياره بالقصد. أي. واحنا ما عندنا. اي رحنا قدمنا. أي. راجعنا مره مرتين ثلاثه قالوا تفلشت الشركه. اي كل من قعد له. اي شو هسه مو شركه مال سيارات هو مطلع شركه عباس. لا والله مقدم وياهم على الشركه. لا والله استاذ هسه هو كمل مشروع ولا ما كمل؟ لا والله استاذ والحسين. اي هسه انا وفق قاعده البيانات هو عنده مشروع. لا والله باتحاد الصناعات. اسمعيني راح اسوي لك كتاب تروحين تجيبين من اتحاد الصناعات تقول المشروع مالته ما كمله حتى ارجع لك العانه مالته. زين وبالمرور زين استاذ هذا السيارات بس امينه واحنا ما وحده وحده هسه خلي اكلم لك مال عباس زوجك. ترحين تجيبين براءه ذمه. أي. انه تقول انه ما مفتح المشروع مالته بالزعفرانيه ويكتب لي نوع المشروع مالته شنو؟ كان مال نقليات مال سفر مال شنو مالته وتجيبي لي اياه. قدمنا على سيارات تجيب. اي تروحين تجيبي براءه ذمه من المشروع ارجع لك الراتب ماله من عباس. هو ما احنا ما عندنا راتب. ارجع لك الراتب لرعايه ما ترجع لك اياه. اي قدمنا بس ماكو. اي اكمل لك اياه. تكمل الاجراءات يعني. اعطيك الكيكات بس شرط تجيبي لي انه ما عنده مشروع. تأمرين. بسيطة هسه هاي بسيطة ما بقى يعني إلا براءة ذمة بس. براءة ذمة بس. المصرف وكملها روح جيبي المصرف. يعني مو مشكلة أروح للمصرف. إي يعني المصرف إحنا بس باتحاد الصناعات بالكرادة هسه أسوي لك كتاب تروحين اتحاد الصناعات تجيبين براءة ذمة وتجي. هذا البسينك تندلينه. مو راجعت شو أسوي؟ ما بسامينا سيارات ست والله. لا أحكي لك على على شو اسمه؟ الاتحاد الصناعات. بس راح يطلعوا لكم المشروع كله. يلا بعد روح. يلا بس والله صاحبة بنية عطاي شفت والله بس انا وبناتي.
هسه هذا مال عباس تمشي الله يرضى عليك. هاي جنسية عباس الله يرضى عليك. هذا الحين راح اسوي لك كتاب اتحاد الصناعات تجيبي تمام. الله يرضى. هاي هم مال عباس يا عمر البيت خليها يمك. الله يرضى عليك يا قلبي. الله يعلي شانك. يما ست ايش عندك انت؟ استاذ انا من كربلاء. اي ايش عندك؟ قلت لي استمارتك. اي عندي بس بنات. كل ما هاي قلت تحليل نتائج ما ادري. انت جاي باحث بس انت؟ اي هاي مال باحث. يلا اضيف لك شاي بالوجبه. انت جاي من كربلاء؟ اي والله. عاد تعلم انا جيت من كربلاء؟ ما عندي مشتكي علي ابو الايجار يطلبني مال ثلاث اشهر. وشهر 400 وانت بس هسه لازم اقعد بالشارع. لا ما طلع اسمي. ثانيه الرعايه بس انت استاذ فضل النساء اللي ما عندهم معين هاي والله فانات هسه هاي شو طلعتوها العده فان والعده ستاركس والعده كلها عندها رواتب يحترق قلبك من يجي حط زين ويطيق بيته والله العظيم يجون ماستر ببيوتهم. يلا هاي وافق. يلا وافق. يلا التوفيق ان شاء الله. الله يسهل. روح التكنولوجيا مع ما تضيف لك اياها ويا لا ويا لا يلا تدري مهلا بك. يلا جيب رفعها رفعها. يلا هلا بك يمه. جهودكم مباركه دكتور. صراحه انا يعني اليوم جدا سعيده بهذا اللقاء بحضرتك وسهلنا امور المواطنين. وطبعا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يرجع لجنابكم. الله يمكنكم ان شاء الله على فعل الخير وتقديم الخير للمواطنين. الله يحفظكم. اشكركم دكتور. انا اشكركم. تحيه خاصه لحضرتك عزيزه علينا وصديقه للحمايه الاجتماعيه لان دائما يعني متابعه مناشدات الناس واحنا بخدمتكم ان شاء الله. هاي ما تكون هاي اول جيه ان شاء الله. احنا هم بابنا مفتوح ان شاء الله للكل. واهلا وسهلا بكم اليوم شرفتونا وان شاء الله هذا الاجر انه لكم ان شاء الله بقضاء حسنات الناس القطيه. شكرا لحضرتكم دكتور. شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم لحلقه صوت عراقي هذا اليوم اللي كانت زياره ميدانيه للحمايه الاجتماعيه. ان شاء الله ما راح تكون هذه اخر زياره ميدانيه لدوائر الدوله ومؤسساتها. بالعكس راح تكون عندنا زيارات دوريه ان شاء الله ونكون بها على مقربة بشكل جدا كبير من مشكلات المواطن. تحياتي لكم. كنت معاكم في التقديم استبرق الربيعي. تحيات زملائي كادر العمل في صوت عراقي. السلام عليكم ورحمة الله.